أسلوب التدريس على مستوى العالم كله تغير عن ذي قبل. Change in business is rapid. The key to university education in the modern world is actually about employability. نحن نؤمن في جامعة المستقبل أن أبنائنا الطلاب الحق في تلقي نفس المستوى التعليمي التي تمنحه الجامعات العالمية. We have to be working with the student and for the student. كي يبقى دائما الإنسان القدرة على تطوير قدراته. Passion في الشغل. معايير الجودة العالمية في جامعة المستقبل هي الأساس التعامل في جميع كلياتنا وجميع أقسامنا وجميع درجاتنا العلمية. احنا دايما بنحاول نستقطب الأعضاء التدريس المتميزين مش فقط في النواحي النظرية والتدريس للطلاب، وإنما أيضا المتميزين في الجوانب العملية. إن سياسة الجامعة إن كل طالب لازم ياخد كتاب مرجع عالمي كل مادة بيدرسها. بالإضافة لذلك هناك اهتمام بالرحلات العلمية والعملية. معظم المقررات بيبقى فيها field trips related للسبجكت اللي بتدرس فيه المقررات عموما. Tomorrow we're going on a field trip with some of our students. They've got a project, and the project that they've got to do over the whole semester is to plan the building of a bridge across the River Nile. And of course, they're not going to build a bridge across the River Nile. They're not going to get anywhere near that. But what I want them to understand are the logical steps that go towards creating a very, very large project. معامل متطورة لا تجعل الطالب يستوعب التجارب فحسب، لكنها تنمي داخله حس الاكتشاف والابتكار. التدريب العملي يرفع من مهارات الطالب ويجعله أكثر استعداداً للتفوق مهنياً. إتاحة أحدث التقنيات وأساليب التعليم عملية مستمرة لا تتوقف. جهاز الكومبوسيتي هو جهاز أشعة مقطعية ثلاثي الأبعاد خاص بمنطقة الوجه والفكين. الحقيقة الجهاز ده هو أول جهاز يركب في جامعة في منطقة الشرق الأوسط، والحقيقة إن هو غير شكل البراكتس في الدنتستري nowadays. ده الليتست تكنولوجي، الليتست ترند إن دنتال إيميجينج. بنعمل فيرتشوال ديزاين ستوديو، اللي هو يعني بيبقى فيه ستوديو بنعمله من خلال الإنترنت، وبيخش بيشترك فيه ناس من مناطق جغرافية مختلفة من أنحاء العالم. مش بس عندنا مجموعة من أحدث ماكينات صناعة الدواء الممثلة للموجودة في كبرى شركات الأدوية، ولكن الطالب بيتدرب على الماكينات، وده المهم، بيتدرب على الماكينات بنفسه وعلى جميع مراحل صناعة الأدوية، بغرض إن الطالب لما يتخرج يتعامل مع هذه الماكينات بسهولة. الطالب بيتعلم من البيرز بتوع من زمايله، بيتعلم من المعيدين، من التيتشنج اسيستنتس، بيتعلم من الستاف اللي بيخش وبيتكلم معاهم، بيتعلم طريقه تفكيرهم ازاي. في تواصل مستمر دايما عن بين الولاد وبين المعيدين وبين الطلبه وبعضيهم. كل يوم بنقابل الطلاب، بنقعد معاهم من الصبح لاخر اليوم، بنعايش مشاكلهم، بنعايش فرحتهم. Our students don't come here expecting to be given a bad time. It should be four enjoyable years where they have a good time, and at the end of that good time, they're ready to take up a position in a developing society and to build that society on the foundations that we've given them here at Future University in Egypt.
عندنا 15 معمل للعلوم الأساسية في طب الأسنان والمرحلة قبل الكلينيكية. دي بتعتمد على وجود سيميوليتورز أو يعني دامي هيدز اللي هي شبه الفم بتاع المريض، وبيتمرن عليها كويس كأنه بيشتغل على مريض، عشان لما يشتغل على المريض بعد كده يبقى كأنه اشتغل عليه قبل كده. إيجاد فرص للتدريب الصيفي وفرص للعمل بعد التخرج حلقة مهمة من حلقات العمل الأكاديمي. الطالب بينزل في تدريب في الصيف علشان يسكن خبراته اللي هي العملية. There's a very very large number of cooperation agreements with internationally known companies, with internationally known universities across all the fields of interest of future university in Egypt. هذه الشراكة تؤدي في النهاية إلى تسهيل القيام بعملية التدريب للطلاب في مراحل الدراسة المختلفة. وتم إرسال 15 طالب لمستشفيات جامعة نوفا في أمريكا للتدريب على الصيدلة الإكلينيكية، واستفاد الطلبة استفادة كبيرة جدا من تدريبهم في هذه المستشفيات. أول معمل للصيدلة الإكلينيكية يقام في مصر، والصيدلة الإكلينيكية من العلوم الحديثة نسبيا، بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية وبدأت تنتشر على مستوى العالم. بعتنا 2 من الطلاب المتميزين لمعمل الدراسات العليا للصيدلة الصناعية في جامعة بازل، وأثبتوا كفاءة عالية جدا لدرجة ان دي كانت مفاجأة لمديرة المعمل. وتم نشر نتائج هذه الأبحاث في مؤتمرات علمية في مالطا وفي إنجلترا. قرر مجلس أمناء الجامعة إيفاد عضوين سنويا في بعثة على نفقة الجامعة للحصول على درجة الدكتوراه من كل الكليات الستة سنوية. الجامعة الخاصة الوحيدة في مصر التي قامت بإنشاء أول مستشفى لطب الفم والأسنان. توفير الخدمات المختلفة بمستوى متميز يساعد الطلبة على زيادة التحصيل. إن توفير أنشطة متنوعة عامل كبير في اكتمال جوانب شخصية الشباب. أول عناصر التنمية البشرية إن البني آدم يكتشف قدراته. الجامعة السنة دي يعني كانت حريصة إنها تجيب مجموعة من الفنانين المتميزين في مجالاتهم، وأنا أعتقد إن ده مكسب كبير إن الطلبة يتعرفوا لأول مرة على فنانين عن قرب، يقعدوا معاهم يشربوا معاهم يشتغلوا معاهم ويتعاملوا معاهم مباشرة. درجة رقي الشعوب تبدو من الأعمال الفنية. طلبة لأول مرة يمسكوا القلم والريشة والفرشة بعد لقاء واحد بدأوا ينتجوا فن. يعني في طلب عندنا اشتركوا في مسابقة دولية وما شاء الله يعني حققوا مركز ضمن أحسن 5 مراكز.
And this portfolio of relationships can only help our own students understand how they want to approach their own career. ثم إيجاد فرص عمل لهم في هذه الكيانات بعد تخرجهم. ودي ميزة كويسة تنفرد بها جامعة المستقبل عن باقي الجامعات. Your job fair, which is coming up in the month of May, look like very good companies. And with listings of the kinds of jobs you're looking for, I mean, that's very beneficial. دي أول مرة بشارك في الامبلايمنت فير مع الفيوتشر يونيفرسيتي، وحقيقي هو كفير بالنسبة لي من أقوى الفيرز اللي أنا اشتركت فيه من أول 2011، والإعداد والتجهيز لي أكتر من ممتاز ورائع. كنديان تشامبر أوف كوميرس هنا اللي سابين رئيسيين، أول حاجة طبعا التوظيف، ثاني حاجة التدريب، وكل الدورات دي مدعمة من مراكز متخصصة في كندا بالتعاون مع الغرفة التقنية الكندية في مصر. When I work with students, I have in mind what I would want my children to be having from a university education. It's a reference point for me in terms of the quality that we deliver. كل هدفنا هو تخريج طالب متميز عن نظيره في الجامعات الأخرى. فالطالب بيبقى متخرج طب سنين، ممكن أنا أقعد أشي يشتغلي وأبقى فخورة إن واحد من ولادي بيشتغلي ببقى. وهو ده الحقيقة، بحس إن هو ده الإنجاز اللي إحنا بنعمله، إن إحنا بنخلي كل طالب يعني يبدع في عمله هو الذاتي بتاعه هو. But what you all have accomplished in a short period of time is amazing to see. I can tell you without question, FUE is an exceptional institution. It has high quality facilities. It has a good administration. I've been very impressed with the quality of the students that are attending here, as well as the quality of the faculty that are giving instruction. The vision of the university is a wonderful vision. A vision that says we're going to be different from other private universities in Egypt.